احنا رح نكمل موضوعنا في تشابتر اللي هو الإكوليبريام. طبعا اخر نقطة وصلنا لها هي كانت المميز. المميز واجهني امتى؟ لما انا الانيشال كونسنتريشنز عم بشتغل عليهم فرضت اكس، وصلت لعند الكونسنتريشنز ات إكوليبريام، واكتشفت انه ما عم بقدر استعين في كي لحل مسألتي، لانه البسط والمقام مش معادلة تربيعية سهلة. ظهرت عندي معادلة تربيعية تحتاج الى القانون العام اللي هو المميز. طب شو اعمل بهاي الحاله؟ كيف احل؟ بقول لك بدك تدعي الله تكون كي يا اكبر من 100 يا اقل من 0.01. بقول لي طالب طب ليش يعني الشرط اكبر من 100 واقل من 0.01؟ لانه بدي اشرح لك اليوم في طريقتين لاهمال اكس والاستعانه في كي في حلها بطريقتين. اول واحد للجدار اللي هو الطريق المسدود، وهذا الجدار اللي بوقف بخليك ما بيخليك تحل الا على المميز، تتطلع على كي. اذا كي كانت اكبر من 100 في طريقه بتساعدني بالحل، واذا كي كانت اقل من 0.01 برضه في طريقه مباشره راح اعلمك اياها. طيب بيجي طالب بيقول لي طيب بركي مش اقل من 0.01 ولا اكبر من 100، يعني اجتني 30 او 10. بقول لك لا، بعينك الله هون ما راح تستخدم الا المميز وفيش اي حل. يعني بقول لي راح تجيبي لي؟ بقول لك لا، انا ما راح اجيب لك تستخدم المميز من هلا بحكي لك، بس بدي اجيب لك معادله مساله تواجه طريق مسدوده تطلع على كي. اذا كي كانت اكبر من 100، 500 115 700، وانت وصلت للطريق المسدود، بامكانك تستخدم ما يسمى بالليميتنج رياكتنت. بيطلبوا لي بتعيدي هالليميتنج رياكتنت؟ طب احنا ما صدقنا خلصنا منها بكيمياء واحد. بقول لك لا، بدك تطبق الثاني شباب وصبايا تنحل. اذا بتطبق مثل ما انا بدي اشرح لك، لا تسألني ليه، لانه هاي خطوات، هاي طريقه، هاي فرضيه، عشان انا يعني اللي بدي اواجهه بالمميز ما احل استخدم المميز. وراح افرجيك انه لما احلل لك اياه مع المميز واحلل لك اياه بطريقه الماده المحدده راح يطلع معك مشابه لنفس الرقم والنتيجه النهائيه. معي؟ واضح؟ واضح والله. يلا طب امتى راح اشوف هاي الطريق المسدوده يعني اللي بتحكي عنها؟ المحاضره الماضيه جبنا لك هذا المثال، وكنا قلنا 1 مول من كل واحد دخل، ذاكرين؟ او هون الصفر، وكنت تقول هاي الانيشال ات اكوليبريم ما دام السهم رايح لليمين، هاي تتناقص بمقدار اكس، تتناقص بمقدار اكس، تتزايد بمقدار 2 اكس، وكنت تقول كي تساوي اللي هو 2 اكس تربيع ذاكرينه على 1 ناقص اكس في 1 ناقص اكس، 1 ناقص اكس تربيع. مش هذا المره الماضيه؟ واخذنا الجذر التربيعي وطلعت معنا كي ما احلاها مقشره جاهزه. صح ولا لا؟ صح. صح. ليه؟ لانه انا حنيت عليكم، اعطيتكم المعطيات سهله. فرضا انا عملت تجربه بس ما خلطت 1 مع 1 عشان يطلع الطريقه هيك، خلطت 1 مول اتش 2، 2 مول اف 2، خلطتهم مع بعض. ما دام انا جبت لك سيره الاتش 2 والاف 2، وين الاتش اف تركيزه؟ الانيشال كونسنتريشن زيرو. زيرو، يس. جاوبوا زي ما علمتكم، ما في شيء صعب، خلص نفس الطريقه. لما اخلط انا خلطت، هي تفاعلي، ديرت اتش 2 واف 2، بس ما جبتش سيره اتش اف لما خلطت. معناته شو كان تركيز الاتش اف؟ مش موجود، معناته صفر. حلو، هاي الانيشال. بيجي الطالب بيقول لي اذا علمت ان نقطه خلصنا كي تساوي 1.15 تايمز 10 تو 2 مرفوع على 2، يعني 115 اكبر من 100، ليش جبتي لي اياها هيك؟ لاحظ، احسب التركيز عند الاتزان لكل سبيشيز. يعني ايش؟ بدي اعمل جدول. بيجي طالب ببلش يعمل جدول، بس هو بتطلع بقول اي 1 2، 1 ناقص اكس، 2 ناقص اكس، هي 0، 2 زائد اكس تربيع، هي مسالتي على 1 ناقص اكس بطل التربيع على 2 ناقص اكس، لانه المعطيات اختلفت. هاي المعادله سهله لإلك، 2 اكس تربيع يعني 4 اكس تربيع على 1 ناقص اكس على 2 ناقص اكس، واضرب ال 115 ضرب تبادلي، تطلع معك معادله تربيعيه حلها باستخدام المميز. شو اعمل؟ كالتالي، شوفوا الشباب شو بنعمل.
نشوف قيمة K. هلا بطلع على K بلاقيها أكبر من 100، مسموح تستخدم أي طريقة قلنا لما تكون أكبر من 100؟ إيش اسمه؟ Limiting reaction. بيجي طالب يقولي طب علميني كيف طريقة Limiting reaction عشان أعمل زيك بالامتحان وأجاوب صح. بقول لك التالي، مجرد ما وصلت للطريق المسدود وأكبر من 100 بتكتب المعادلة كالتالي. يلا أنا بدي أفرجيك كيف أكتب F2 زائد H2، بس هيك بتعمل 2HF. خلطنا 1 مولر تركيز 1 مولر H2 and 2 مولر F2، معناته قديش ال HF؟ صفر. زيرو. حلو. هلا أي طالب عمل نفس طريقتنا وصل لهون، بقول لك لا وقف، هلا في طريقة الليميتنج ريأكتنت. وين الليميتنج ريأكتنت بالموضوع؟ 1 مولر ولا 2 مولر؟ بتقول بقسم على الكوفيشنت، مين اللي أقل تركيزه؟ 1 على 1 1، 2 على 1 2، مين اللي بيخلص أول وبيسجل؟ واحد الـ H2. الـ H2 واحد. شوف شو بعمل، شايف حضرت الليميتنج رياكتنت في بداية التفاعل لما أديرهم، مدام بتقولي الليميتنج رياكتنت يعني رح يتاكل بسرعة ويتصفر، صح ولا لا؟ شو تعريف الليميتنج رياكتنت؟ هي المادة اللي بتخلص وتتاكل أول إشي، وبتحدد مين الرياكتنت، وبتحدد قديش كمية الناتج اللي بينتج، صح ولا لا؟ ما هيك؟ مش هيك شرحنا؟ كيمياء واحد؟ طيب، فبقول في بداية التفاعل ما رح يمشي هيك، بدي أفرض، أفرض فرضية، بدي أشتغل على العكسي. بقول الطالب ليه؟ ليش بدك توصل العكسي؟ هلا بشرح لك إياه. لما تكتب هيك بتقول عند بداية التفاعل ما دامك مادة محددة رح تتاكل كلها، في الواحد ناقص واحد شو بيصير؟ صفر. زيرو. وكل واحد مول قد إيه بيحتاج من الأفتو حسب المعادلة الموزونة؟ 2 مول. لا 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 لا، هون لما احكي حسب المعادله الموزونه بطلع على هاي، الواحد بده ياكل واحد. واحد انا درت واحد وهي الماده المحدده رح تخلص، قد ايه بتحتاج من الافتو؟ واحد، بس انا ما درت لها واحد، درت لها 2، معناته من الاثنين واحده رح تتاكل مع الواحد والباقي شو رح فائض. فائض اللي هي 1 مولر. يعني شو بدي اعمل بالامتحان؟ بس اوصل اكتب هيك، بحدد انت الليميتنج رياكتنت، بطرح الليميتنج رياكتنت من نفسه بتعطيني صفر ناقص واحد مولر، وبطرح الثاني من الليميتنج رياكتنت شو بضل باقي؟ واحد مولر. هيك بعمل بالامتحان. طيب قلتي هي واحد وصفر، وهون لما يتفاعل ببدايه التفاعل والليميتنج رياكتنت يخلص، وعرفتي لي الليميتنج رياكتنت هي الماده التي تنتج تعتمد عليها الناتج، معناته حسب المعادله الموزونه إذا بيدخل واحد مول قد ايه بيعطيك حسب المعادلة الموزونة؟ يعني إذا بتاكل واحد مول من الليميتنج ريأكتنت أو واحد مولر قد ايه بده يعطي؟ كم مولر؟ 2. 2 اكسلنت، 2. بس أنا شو مدخل عندي؟ 1 مولر، يعني كل واحد بيعطي 2، الواحد شو بيعطي؟ 2، معناته لما بداية التفاعل لما يتاكل الواحد شو راح يعطي اتش اف؟ 2 مولر. بيجي بقولي طب ليش 2؟ لانه هاي صفر، كان في بدايه التفاعل صفر، واجت ال H2 اعطت 2 مولر، فصار التركيز في بدايه التفاعل 2 مولر. لو هاي كانت في بدايه التفاعل 1 مولر ال HF هون، وجيت قلت لك كل واحد مول بيعطي 2، الواحد مولر قد ايه؟ 2، وكان بالاصل من اول واحد، شو بصير جوا الوعاء؟ ثلاثة. هلا واحد؟ لا لا لا، رح ناخذ مثال، رح اخذ لك مثال، خليها هاي، انا كنت اشرحها قبل عشان تلقطها، خلص خليها لبعدين. في مثال هلا مش الثاني، الثالث. طيب هي وهو بصير ثلاث، يعني انا تخيل في بدايه التفاعل هذا كان، يعني قلت لك خلطت واحد واثنين وواحد. اجيت قلت لك انه كان واحد، حلو؟ لما اشتغل على الليميتنج رياكتنت افرض الاثنين رح يتاكل منها واحد تعطي واحد، الاتش 2 رح تتاكل كلها تتصفر. الاثنين اتش، الواحد راح يعطي الواحد، كل واحد بعطي 2، انا داخل بواحد فعليا، يعني راح يحط 2. طب بالاصل كاين عندي واحد بدون ما يعطيني اياه الاتش 2، شو صار الكل من الاتش اف تركيزه؟ ثلاث. ثلاث، اوكي. طيب خلينا هلا بصير الطلاب بيقولوا بطتنا بطت بط، المهم هذا رح ناخذ مثال كمان شوي. طيب شو عملتي؟ اوكي قلتي لي هذا، ما هذا في الانيشال، يعني بطل هذا الشكل، معناته سهمك وين راح يروح؟ لانك فرضت ليميتنج رياكتنت. يلا على يمين علي واي تو دراج واي هون على اليسار
لليسار يس اكسلنت. ليه؟ لانه صار عند الصفر عند اول الصفر. اه طب ليش عملتي هيك؟ هي بدي اشرح لك اياها. قال لي انه بدي ادرس على كي ريفرس. طب كي ريفرس اذا كي 115 كي ريفرس قديش؟ سالب 115. الله اكبر. شوف شرحنا لكم لو ماس اوف اكشن. اذا اعطيتك كي وبدي للعكسي قد ايه؟ واحد على 115. اكسلنت مقلوبه. واحد على 115 اكسلنت. يا الصبايا اللي بيغلط بتعلم هلا. يعني قيم كثير صغيره. شو واحد على 115؟ ما دام قيم كثير صغيره معناته لما افرض اكس لإلها ما متأثر شو شو بتناقص او شو بتاكل، تهمل. مسموح لي اهملها لما تكون كي كثير صغيره، رح اشرح لك اياها لاحقا. معناته انا عملت هاي الطريقه عشان ادرس الاتزان ولكن العكسي. ما هو نفسه الاتزان العكسي نفسه الاتزان لليمين، انا بدرس للعكسي وطبقه لليمين. كيف؟ ركزوا معي. السهم رايح لليسار، شو التركيز ما دام السهم لليسار؟ شو بصير بهدول؟ بتزايدوا زياده. اكسلنت. ال1 بتزايد مقدار اكس، الصفر بمقدار اكس، ال2 مولر شو بصير فيها للاتش اف؟ ماينس 2 اكس. يس ماينس 2 اكس. اكسلنت. وبعبي جدولي هدول الانيشال. هلا الاكويليبريم 1 زائد اكس، 0 زائد اكس يعني اكس، 2 ناقص 2 اكس. وبنتهي دوري بموضوع الليميتنج رياكشن. خلصت. انا فرضت عشان اوصل هون. هيك بتحل بالامتحان. خلصتي كتبتي لي شو بدك؟ اه بمسك الرقم وبرجع لحلي هون. وهي التركيز. بقول لي طب ليش مش مسموح لي؟ بقول له لا اسمع، لما اوصل الاتزان واعبي الجدول هذول التركيز عند الاتزان، يعني ما راح يتغيروا سواء لليمين ولا لليسار لانه ثابتات عند الاتزان. فمعناته بقدر استعين بلغتهم واقول كي الاصليه تساوي تركيز الاتش اف تربيع على تركيز الاف 2 على تركيز الـ H2 واستعين بتركيزهم اللي انا حصلت عليها من بعد ما فرضت. صح ولا لا؟ ما تقولي ليش؟ لانه انا وصلت للاتزان وهدول الاتزان فرضتهم عن طريق كي ريفرس عشان فقط شغله بدي اشرح لك اياها. ما اخذت هيك، اخذت هاي. شو بستفيد؟ كالتالي عملت هيك عوض. احنا عكسنا العمليه، شو بصير؟ يلا الاصل 2 ناقص 2 اكس تربيع على 1 زائد اكس على اكس. بيجي طالب يقول لي وين شو حليتي بالموضوع؟ حلك غلط لانه رجعتيني لمتاهه اعلى من الاول. بقول لك لا، هلا هون لما تشوف شيء ناقص او زائد هدول شيء يغلبك بالحل ما دامه كي صغيره، لانه فرضنا انه عكسي، تهمل هاي القيمه لانها رح تكون صغيره ما بتاثر على النقصان، بالعكسي. هيك بس احفظها، تهمل. ما دام تهمل هاي ما بهملها. شو صفر زائد اكس يعني؟ اكس اكس بتغلبك بالامتحان؟ اكس لحالها قاعده بامان الله؟ لا ما بتغلبني. بقول اشي ناقص كذا بيطلع معي تربيعي بغلبني. فشو بعمل؟ فبقول هدول تهمل هدول. طبعا هاي معكوسه غير عن انا هون اتش 2 اف 2 وانا اتش 2 حطها على الشمال، فنفس الحل. باجي بقول تعالي الاتش اف كي تساوي اتش اف تربيع على اف 2 تربيع على اتش 2 على اف 2 على اتش 2. وين تركيز الاتش اف التربيع؟ وينه؟ يلا ما دامنا اهملنا يلا حلوا معي. خذوا الارقام من هون يلا. 2 ناقص 2 اكس. لا قلنا اهملناها خلص اهملناها. 2 تربيع على اف 2 1 زائد اكس. اهملناها. تهمل اي شيء فيه جمع وطرح عشان ما يغلبني. طب ما انا بشرح لكم ليش عملت انتجر على اكس. هاي واحد، واحد زائد اكس، زائد اكس اهملتها بديش اياها. شو بصير عندي؟ واحد في يلا اكس. هاي اكس وتركيز اتش 2 اكس. هلا بحكي لكم اياها دكتوره. طب ليش احنا يعني بنهمل فيهم؟ عشان هم بقول لك الكي لهم صغير كثير، فشو ما رح تاثر. لما احكي لك كي صغيره يعني بوينت او بتطلع صغير كثير، معناته ما بياثر عليها اكس او شو ما، يعني ما بتغير التركيز بطريقه واضحه. هي الهدف بس. ما بدي ادخل بدوامه، انا لو بدي اشرح لك اياه واعمل لك تجارب اثبت لك، ولكن هون لا،
بس بدي تعرف إنه لما تكون كي كتير صغيرة بقدر أهمل، ما إلها تأثير. معي شباب وصبايا؟ أنت بس طبق هيك، أوصل لهون واعمل خط واكتب تهمل وكتر الله خيرك، وارجع حل زي ما علمتك زمان. كي تساوي تركيز اللي بده إياه 2 اتش اف تربيع على الاتش 2 في الاف 2 وعوض، بس بعوض بعد ما أهمل. شباب وصبايا هلا بحل لكم كمان مثال، صدوري مش صعب لهون. انتوا معي؟ تمام دكتور. تمام، شو بقول بحل؟ تساوي ايش؟ قديك يا عندي؟ برجع للاصل 115. هاي بتغلبني بالرياضيات، 115 اكس تساوي 4 على 115 على 115. قديش اكس بتطلع معك؟ بتطلع معي اكس يا صبايا 0.035. طلعت اكس، مش بنسى، بروح اعوضها. هلا اوكي انت اهملتيها للحل، ولكن مجرد ما طلعتيها شو بتعملي؟ بروح بعوضها، بقول ايش تركيز الاف 2 1 زائد 0.035، تركيز الاتش 2 0.035، تركيزها 2 ناقص 2 في 0.035، وبيطلع معي الجدول هيو بعد ما اعوض. بيجي طالب يقول لي في كويشن مارك، بركي انت حلك مش صحيح، هي طريقتك. بقول له رحنا عملنا نفس الحل، يعني لما واجهنا هاي المساله رحنا حلينا هاي بنع المميز، وطلعت معي هاي الارقام اللي ذاكرين هذا المساله، ذاكرين هاي نو سؤال، وذاكرين هذا السؤال مش نفسه واحد واثنين اللي حليناه المره الماضيه، وان على المميز مش كان عندي واحد اختلطته مع اثنين مع صفر وطلعت معي هاي المساله وكانت مميز، حلينا المميز واعطاني هاي القيم، ذاكرينها؟ هاي نفس مسألتي اللي حليتها هلا، روحت نفسها هاي بالمميز، وهاي اللي حليتها نفس المسألة بس استخدمت الليميتنج رياكتنت، قارنت بين أرقام المميز القانون العام وبين اللي طلع معي مع الليميتنج رياكتنت. شو رأيك؟ تقريبا شو؟ تقريبا نفسها. نفسها معناته بقدر استعين بالإهمال إني أهمل إكس إمتى؟ لما أستخدم الليميتنج رياكتنت بوديني على طريق سليمة للحل، وبقدر أعتمدها في الحل. إمتى؟ متى أستخدم الليميتنج رياكتنت؟ إمتى؟ لما K أكبر من 100 والطريق إكسلنت. يس إكسلنت. خلينا نحل كمان مثال توضح قدامنا الصورة. طبعا هذا المثال قبل ما أدخل فيه شباب وصبايا فيه شغلة زيادة اللي هي أعطاك إياها بلغة الجرامات. أنت بكيمياء واحد لو بدك تحول الجرامات إلى مول تقسم على الكتلة مولية، بدك المول تحوله إلى تركيز تقسم على شو؟ على الفوليوم باللتر. على الفوليوم باللتر يس، بس أنا بقول لك المثال اللي بين إيديك أوكي فيه تريك اللي هو إنك تحول الجرام إلى مول ومن المول إلى حجم بالامتحان، ما بنصعبها عليك. يا بجيب لك إياها بلغة المولات والحجم موجود بس اقسم المول على حجم وطلع التركيز، أو بجيب لك إياها أسهل وأسهل بلغة التركيز مؤشر جاهزة. يعني هاي الصورة ما بنجيب لك إياها قبل ما أدخل بالسؤال، يعني هي هون السؤال جابها بلغة الجرامات ومعطيك الكتلة المولية ومعطيك الحجم، كتلة على كتلة مولية على حجم، عشان بقول لي المولاريتي تساوي مول على حجم. أنا ما عندي مول ولا مولاريتي، عندي جرام بقسم ماس على مولر ماس على حجم، بس مش مطالب فيه من هلا بحكي لك، بعطيك اياها مؤشر. يلا for the following reaction H2 gas will react with I2 to give 2 moles of HI. طبعا K تساوي 7.1 في 10 قوة 2 at 25 سلسيوس. احسب the equilibrium concentration اذا دخل عندك 5 لتر في سوري في وعاء حجمه 5 لتر احتوى على H2 وال I2، معناته وين ال HI؟ زيرو. زيرو، إذا معناته ال HI صفر، معناته ال H2 كم تركيزه؟ ما معي إلا بالجرام، طبعاً حول لك إياه جاهز لأنه الوعاء حجمه 5 لتر، طلعت 1.56 H2، ال F2 طلعت 0.232، وزي ما اتفقنا سابقاً أنا بعطيك إياها مؤشرة جاهزة يا بلغة المول واقسم على الحجم أو تركيز جاهز زي هيك. طيب شو بده؟ بده التركيز عند الاتزان. جيب لك سؤال هيك، شو أول شيء لازم نعمل؟
نشوف الشيفت. مش هيك تعلمنا؟ وين الشيفت رايح؟ تو رايت. تو رايت بكيف. شو الطالب بكيف، بس لما يحط عينه بصير يقول ايه. طب والله غير لما كيف اقول هاي تتناقص مقدار 2x، هاي تتزايد مقدار x، هاي تتزايد مقدار x. طب ما ال h2 مش 1 و1 عشان تطلع معي معادله تربيعيه 1.56 ناقص x زائد x. سوري هي ناقص. صحصحوا معي. بصير يقول طالب ايه. طب هاي تركيز الانيشال هيو ناقص x، هيو ناقص x، هاي 0 زائد 2 x على 2 x. يعني شو كي تساوي 2 x تربيع على بوينت على 1.56 ناقص x. صح ولا لا حلي؟ صحيح دكتور. ايه شو بقول؟ وانت 710 طريق مسدوده مميز، بس بتطلع على هاي شمالها k 710 شو قصتها؟ أكبر من 100 فيستخدم بقول لك بسرعة بسرعة طير على الليميتنج رياكتر. تكتب كالتالي، يلا تعالوا I2 زائد H2 بيعطيني 2HI، يا الـ I2 أنت 0.232 تركيزك لأنه هي أنا هيك حسبتها، يا الـ H2 أنت عبارة عن 1.56، يا الـ HI أنت صفر. بوقف استخدم الليميتنج رياكتر، بدور على الليميتنج رياكتر، then the limiting reactant is what؟ I2. Yes I2. كيف عرفت؟ بقسم التركيز على الكوفيشنت على واحد على واحد بيطلع طبعا هذا الليميتنج رياكتن. شو عمل نعمل؟ نطرح منه التركيز بتناقص بصير صفر. ال H2 الفائض قديش بطرح منه الليميتنج رياكتن؟ ذاكرين شو قلنا؟ تاخذ الرقم تطرحه من الليميتنج رياكتن هيو. وال HI ال1 مول شو بيعطيك؟ ال1 مولر حسب المعادله الموزون 2. انا داخل عندي 1، داخل عندي بالتجربه 1 مولر؟ لا، داخل عندي 0.232. الواحد حسب المعادله الموزونه بيعطيني 2. ال 0.232 قديش بيعطيك؟ وهي هي فهيهم القيم. هاي بتتصفط، هاي بتصير ناقص منها، هاي بتصير هذا الرقم. شو اعمل بعدين؟ صار عندي الصفر هون، شو اعمل؟ وين السهم بيروح؟ بينعكس الصفر. الريفرس. فباجي بقول ما دام انعكس هاي تزداد مقدار اكس لانه عندي واحد، هاي تزداد مقدار اكس، هاي تتناقص بمقدار 2 تتناقص بمقدار 2 اكس تتناقص بمقدار 2 اكس. وباجي بكتب 0 زائد اكس اكس 1.328 زائد اكس 0.464 ناقص 2 اكس. ما دام حضرتك فرضت limiting reactant شو اخر مهمه عليك؟ اي شيء بغلبك بدي اهمل الاكس. يس اكسلنت. اهمل اللي فيه الجمع والطرح، اللي بده يتناقص او يتزايد لانه قيمته صغير كثير لانه كاري فيرسر عندك، فتهمل تهمل خلصتها. بوقف بيجي كيل بطل بقول بقدر اشتغل ما دامك فرضت التركيز عند الاتزان مسموح لي ادخل على الخط. فبصير يقول كي تساوي تركيز ال HI تربيع حسب اللو ماس اوف اكشن هيا على H2 على F2. وينك ال K؟ 710. وينك ال HI؟ قد ايه تركيزك؟ يلا 0.464 ايش؟ تربيع يلا على 3.28 يس واحد بوينت يس في اكس، وبضرب ضرب تبادلي وبيطلع معك شباب وصبايا الجواب x 2.28 في 10 قوة سالب 4. أوقف الحل خلاص؟ قولي لا، روح عوض. لا بدي أعوض. باجي بعوض بيطلع الجواب معك شباب وصبايا. طبعا هذا المثال الثاني. المثال الثالث اللي بدي أحكي لك عنه كالتالي. هاي التفاعل عندك كي 156 يعني أكبر من 100. في تجربة من التجارب، جبت وعاء، كان عندي وعاء ديرت فيه Cl2، ديرت فيه O2 هي Cl2 0.01 O2 1 مول
ومي كمان؟ وديرت سي ال او هيو in an experiment 0.1 مول CLO 1 مول O2 and 0.01 مول CL2 are mixed يعني initially صح ولا لا؟ في وعاء حجمه 1 لتر هاي خلطتهم. طيب شو بده؟ احسب for the reaction is not at equilibrium which way will it shift يعني لما يبلش التفاعل وين بيروح السهم؟ يا وين السهم رايح؟ يمين؟ ليش اليمين؟ طب إذا أنت حاطة هاد 0.01 وهاد 1 وهاد 0.01 كيف عرفت إنه يمين؟ شو علمتكم تعرف الشفت؟ شو طرق معرفة الشفت؟ أنا شوف المولات من الكيو أو من الزيرو؟ يس عندي زيرو لا فبروح على كيو كيو تساوي يس اكسلنت 0.01 تربيع على 0.01 في واحد بيطلع معي الجواب 10 وين الشفت رايح؟ كيو تو رايت يس اقل من كي شفت تو رايت وبيجي الطالب بصير يقول رايح للسهم اليمين ال 0.01 تتناقص مقدار x، ال 1 تتناقص مقدار x 0.01 زائد 2x وبيضرب ضرب وبيعمل المعادله مع k شو بيطلع معه؟ في رايك؟ ما دام هدول اختلفوا بيطلع معه معادله طريق مسدود ما بيطلع معه معادله تربيعيه سهله معناته مميز بس بيجي بيطلع على k بيلاقيها اكبر من 100 شو بقول طوالي مسموح لي اشتغل على الليمتري شو بيعمل؟ يلا بكتب المعادلة بالامتحان وبحط التركيز وبقول يا الله limiting reactant which one is the limiting reactant CL2 يس بحط وير على CL2 واضحة مثل عين الشمس وبصير يقول انت مع بداية التفاعل رح تتناقص وبتصيري صفر وانت شو رح تصيري؟ واحد ناقص 0.01 بتصير 0.99 صح ولا لا؟ لأنه الواحد مول بوكل واحد مول ال 0.01 بتاكل 0.01 بس انا مش دايرين لها 0.01 دايرين لها واحد فالواحد جزء منه ال 0.01 رح يتاكل ويخلص والباقي شو ماله؟ رح يفيض يصير فائض ايوه شو تركيز ال 2 سي ال او اللي جاي من ال سي ال 2 بصير تقول ال 1 بيعطي 2 ال 0.01 شو بيعطي؟ بدي اضربها في 2 بعطيني 0.02 وقايل لي بالتجربة إنه ما كنت صفر اسمع دير بالك أنا كنت أنت بيجي الـ 0.02 من الـ CL2 بس أنا درت لك كيس مقداره 0.1 فأنت بتعطيني الـ CL2 0.02 منك وأنا كنت بالأصل 0.1 شو بيصير تركيزي؟ مش مفهم يعني هاي كيس أنا أعطيتك فرضاً واحد مولر فرضاً وأنت هذا درته دير بالكيس والتفاعل لما خلطوا مع بعض A زائد B أعطاني مثلاً 0.2 من اللي جاي من A زائد B هدول من الليميتنج وأنا ديرت له براني 1 مولر قديش تركيز الـ CLO جوا التجربة؟ كاين واحد ديرت له وأجاني 0.2 من الليميتنج رياكتنت شو كله على بعض التركيز؟ 1.2 يس هذا 1.2 إكسلنت طب هون كاين 0.1 وعطيته 0.02 جايات من الليميتنج والاصل كاين عندي داير من الكيس 0.1 قد ايه بصير هون؟ 0.12 يس اكسلنت 0.12 0.2 يس 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 0.2 يس اه لا 2 0.1 2 اه اوكي وانا المحاضرة الماضية طالبة جاوبتني هيك وقولها لا 0.02 يا سلام طيب اوكي 0.12 وكلهم يعني قلت لها 0.12 تخيلوا اوكي هي جواب صح فعلا صحيح يلا طلعنا شو اعمل وين شفت معي بالليفت شو بيصير عندي بالطبخة ما دام ليميتنج ريأكتنت
تغير اتجاه السهم. كملوا كملوا احكوا، والله سمعتكم. هاي مدام واحد زيد مقدار اكس، هاي بتزيد مقدار اكس، السي ال او راح تتناقص مقدار 2 اكس، صفر زائد اكس اكس 0.99 زائد اكس 0.12 ناقص 2 اكس. بنتهي دورك بموضوع الليميتنج رياكتنت عن لما امتى؟ لما تقول هدول شو مالهم؟ لانهم بياثروا علي تهمل تهمل، لانه كيل جدا صغيره جدا صغيره تهمل، هاي بتضلي عشان راح استعين فيكي. وباجي بقول تعال بيجي دور البطل كي، بيقول كي تساوي تركيز السي ال او تربيع على تركيز السي ال 2 في تركيز الاو 2. بقول تركيز السي ال او عباره عن البوينت 1 2 لحالها باخذها تربيع على تركيز اللي هو الاكس في 0.99 تطلع 0.99 اكس تساوي قيمه كي اللي هي 156. وبحل الرياضيات بيطلع معي اكس. ثم بنتقل للمرحله الاخيره وشو بعمل؟ بعوض بعوض, بعوض. يس، هذا الجدول نفسه بس هاي شخبيط وهي مرتبه تمام وحل. يعني هلا وانت يعني نصيحه بهذا السلايد وانت بالبيت بس توصل هون تكتب تهمل تهمل كي عندي 156 ويلا عوض واشتغل رياضيات طلع اكس وعوض. صعبة شباب والصبايا؟ لا دكتور خدوني ابدا. وراح هي في محاضرة كمان راح ارفق لك اياها باذن الله اليوم، راح احمل لك شعبة 2/4 يعني ساعة ونصف من الشرح الواضح والبسيط ان شاء الله تستفيد منه. طيب بقول لي اوكي انت قلتي لي وصلت لطريق مسدود مميز، قلتي لي كي اكبر من 100 استخدم الليميتنج رياكتنت. طب لو كانت كي اقل من 0.01 شو اعمل هون؟ طب لو كانت كي بين وبين شو اعمل؟ بقول لك اذا كانت كي اكبر من 0.01 واقل من 100 ما الك الا تدعي الله وتروح ما تكونش الطريق مسدوده وتحل، اما الطريق مسدوده بتروح تشتغل على مين؟ على المميز، بس مش راح اجيب لك. اكبر من 100 ليميتنج رياكتنت، طب ساعديني بالاقل من 0.01 شو احل؟ بقول لك بالاقل 0.01 امك راضيه عنك. ليه؟ لانه اذا اجتك اقل من 0.01 وحليت مساله بقول لي كل اللي عليك ولا تلف ولا تقلب ولا تعكس، اشتغل زي ما علمتك سابق واهمل رباني الاكس. بقول للطالب ليه؟ لانه كي صغيرة، ولما قلت لك كي كثير صغيرة، هل مقدار النقصان اكس بدي اطرحه او ازيده بياثر؟ لا مش رح ياثر لانه كثير صغير رح تطلع. انا هون وهي اللي رح استعين فيه، انه لما تجيني مؤشرة جاهزة، انه لما تجيني معادلة واجاني طريق مسدودة، اكتشفت انه تركيز الرياكتنت والبرودكت بيغلبوني بالحل، بتطلع على كي اكبر من 100 طير على الليميتنج رياكتنت، اقلب السهم، اطرح زيده واعمل واشتغل واهمل. اما اذا بتطلع على كي ولقيت كي صغيره زي السؤال اللي هون، شوفوا كيف بدي افرجيك كيف اواجه. انا جتني هاي المساله وجاني السؤال if one mole NOCl placed in a 2 liter container what are the equilibrium concentration. بيجي طالب يجيب وعاء بيجي بقول انا درت فيها NOCl 1 مول وحجم الوعاء 2 لتر، شو تركيز ال NOCl؟ نص. يس اكسلنت، نص اللي هي المول على الحجم بيطلع نص اللي هي 0.5. حلو بكتب تحته يلا بشتغل. اذا وضعت 1 مول في وعاء حجمه 2 لتر شو تركيز الاتزان؟ استنى استنى بقول له طب وين ال O؟ وين ال Cl2؟ وينهم؟ زيرو. زيرو اكسلنت يس. بيكون بيكتب المعادله بحل بقول يا الله انا هي بدي احلها بامان الله اكيد رح تطلع سهله. بصير يقول انت تركيزك نص الانيشال، بكتب هيك جدول زي ما علمتك. وعند الايكوليبريم بيجي بقول يا الان او انت صفر لانه مش جايب في سيرتك، والسي ال 2 انت زيرو. السهم لوين بده يروح؟ اليمين لليمين. يس تو ذا رايت اكسلنت. شو بصير بالكونسنتريشن؟ يس تتناقص بمقدار 2x، ال NO تتزايد مقدار x 2x. ايوه 2x يس 2x يس، لانه خلي عينك على مين؟ yes. على الولات في المعادله الاساسيه. اكسلنت. وال Cl2 تتزايد بمقدار x
اكسلنت. وبيجي الطالب يقول هيك مش اصحاب احنا. كي تساوي برودكت 2 اكس تربيع ضرب اكس على 0.5 ناقص 2 اكس. والله لو كانت تربيعية لسه اهول لي. هاي شو صارت؟ 4 اكس تكعيب على 0.5 ناقص 2 اكس تربيع. صح ولا لا؟ مش تربيع؟ فخذ لك اضرب هذا الرقم فيه ضرب تبادلي. وصلت مش بس لطريق مسدودة، يعني من الآخر نهايته. شو بتعمل؟ أحط عيني وين؟ يلا على كي. اوكي بلاقيها صغيرة أقل من 0.01، معناته في شغلة مسموح لي مش مسموحة لغيري، إنه بس وأنا بشتغل عادي لأنك حضرتك أقل من 0.01 مؤشرة جاهزة. الله أمي راضي عني، بتقول لي أي إشي بغلبك شو؟ هذا ما بيغلبني، أهمله. هاي بتغلبك 2x لحالها بأمان الله؟ x بتغلبك؟ لا. هاي عبارة عن هاي x، هاي 0 ناقص 2x، فبتهمل تلقائيا. فبصير حلي k تساوي 1.6 في 10 قوة سالب 5 تساوي وين البرودكت؟ يلا 2x في تربيع في x، يعني 4x تكعيب على 0.5 تربيع. بربع بضرب ب 1.6 في 10 قوة سالب 5، شو باخذ بعدين لإلها؟ جذر التكعيبي. اكسلنت. جذر التكعيبي وتحت جذر تربيعي. يس الجذر التكعيبي وبيطلع اكس بوينت. لا وين الجذر التربيعي؟ ليش الجذر التربيعي يا جماعة؟ لا هي مو الجذر التربيعي. هلا هاي بضربها في الآلة الحاسبة في بربعها ضرب تبادلي، بتصير هاي 0.5 تربيع على الآلة الحاسبة بطلعها ضرب 1.6 في 10 قوة سالب 5 بيطلع رقم يساوي 4 اكس تكعيب على 4 على 4 اكس تكعيب تساوي رقم. شو باخده؟ جذر التكعيب. خلصنا. وبيطلع شباب الاكس تساوي 0.01. خلصنا؟ لا نعوض. تعوض روح بقول تعالي ال 0.5 انت راح تتناقصي بمقدار 2x. حتى لو اني اهملتك بس اهملتك عشان يعني غشيت شوي عشان اعرف اوجدك. فشو بقول؟ تعالي راح تتناقصي مقدار 2 في 0.01، يعني تخيلوا 2 في 0.01 يعني قديش تناقصت كثير. عشان هيك لما تكون k كثير صغيره شوفوا النقصان قديش قليل. شفتوا قديش قليل ايش اهملته؟ لانه يا دوب هنتفذ نزلت، ما نزلت 0.1 ولا 0.2 ولا 0.3، نزلت 1 بالألف ضرب 2، يعني 2 بالألف يا دوب. هي التركيز عند الاتزان، يعني كان 0.5 بداية التفاعل نقطة صغيرة نزلت منها عند الاتزان. والـ NO طبعا بصير تركيزها 0.002، والـ X شو بصير تركيزها الـ CL2 عند الاتزان؟ 0.001. يس 1 بس بالألف. يس هاي هي فكرة شباب وصبايا اللي هي عند الطريق المسدود. بقول لك كمان حل لك هاي المسألة، طبعا اطلع عليها. إذا واجهت طريق مسدودة زي ما قلت لك اطلع على K، إذا أقل من 0.01 تهمل تلقائيا، تعرف تشتغل عليها. بقول لك إذا أجاك mid range K يعني بين 0.01 أو 100، ما إلك إلا الله وما إلك إلا تستخدم مميز، ومش راح أعطيك بهاي المواضيع إلا إذا بعطيك كي بيناتهم بس ما بتتغلب. يعني كيف اللي حلينا أول مسائل ذاكرينه؟ إنه مباشر، يعني حل مباشر. ما في simplification، ادعي ربك إنه تطلع معادلة كوادرتك يعني تربيعية جاهزة سهلة. ما كان هذا الموضوع معناته رح تستخدم المميز، وشوف هاي المسألة إذا بتقدر تحلها. ما قدرتش رح تضطر إلى المميز ولن يعطى لك في الامتحان، لأنه إحنا فقط الورقي بنقول للطالب حل لي على المميز، حل لي التبسيط. طبعا هذا شباب وصبايا. بقول لك كمان دير بالك في ملاحظة، تعال هون إذا اسمع، إذا أجتك مسألة بس بلغة الأتموسفير مش تلتخم ترمي الورق القلم على الامتحان، نفس الحل. وإذا واجهت نفس الإشي بس بدل كيسي شو بتكون؟ كيفي.
كيبي. بس احنا غالبا بنجيب لكم بلغه الكيسي يعني كي بي ام، فبيكون لها اسئلتها الخاصه فيها. اوجد كي بي مثلا، بعطيك الضغط، مثلا اعطيتك كي سي طلع الكي بي. في اسئله بتكون مباشره بالامتحان انه بجيب لك كي سي بقول لك one of the following is كي بي، مش شرط ارقام. مثلا كي بي تساوي كي سي ار تي دلتا ان اللي هو سالب واحد، بكون معطيك معادله كي بي تساوي كذا. فممكن يكون مباشر ما بده حل يعني بدون ارقام بس صيغه. هذا الحكي شباب وصبايا، وبنهي التشابتر بأبسط وأحلى موضوع اللي هو مبدأ لا تتلاه، اللي هو مبدأ هذا العالم بيحكي لي إنه أنت حضرتك لما بندرس عدين الاتزان وراح تفاعلك نام وصل للاتزان وتأثر بمجموعة من العوامل أثناء الاتزان، مش ببداية التفاعل نو أثناء الاتزان حدث عوامل ستريس. ستريس مش إنه حالة نفسية معه، ستريس يعني ضغط أثر عليه، مش ضغط كمان بريشر نو ضغط يعني عامل خارجي is applied تم تطبيقه. تم تطبيقه على نظام في حالة من الاتزان. يلا نعمل تفاعل A زائد B والله وصلت لحالة الاتزان، يلا بأمان الله أثر عليه إشي. يعني عندي كفتين ميزان وانا في كفتين الميزان قاعدين القطعتين، روحت والله محلى الميزان معطيني بيرفكت ولا انا ضرت هون قطعه، شو بيصير لكفتين الميزان؟ بضلوا متساويات؟ لا لا ما يضل، راح ترجع وحده. يس انت بامان الله قاعد على الميزان والله وزنك 50 كيلو، شبت كاسه مي، شو بيصير للميزان؟ بتغير. فهذا تاثير خارجي. فبقول لي اذا وانت عند الاتزان مبسوط على حالك تاثرت بقوة بعوامل خارجيه ستريس خارجي راح يتغير موضوع الاتزان، لانه عند الاتزان السهمين شو قلنا عند الاتزان؟ متساويات. مش تلخبط بين السهم الشفت اليمين واليسار يا جماعه، الشفت الرايت والشفت للليفت من بدايه التفاعل لاوصل الاتزان، مش هيك شرحنا؟ مش قلنا عم بيمشي لليمين ليوصل الاتزان، عم بيمشي للشمال ليوصل الاتزان، عند الاتزان شو بيصير بالسهمين؟ كي وكي ريفيرس متساويات، إيه سوري متساوي. السهمين بنفس يعني مع بعض في حاله من الاتزان. بقول لي اذا انت متساويات واتاثر العمليه بعامل خارجي the position of the equilibrium will shift، راح ينحاز ينزاح حتى يقلل من هذا التأثير. كيف بيقلل؟ قولي حسب التأثير. الاسترس هنشرح ثلاثة. أول واحد الكمية، يعني أدير شغلي هون، أدير A أدير C أسحب B أسحب كمية. والنوع الثاني رح ندرس البريشر، أنا عندي تفاعل وضغطه عند الاتزان. النوع الثالث رح ندرس الحرارة التمبريتشر، يعني عندي التفاعل في حالة من الاتزان زدت حرارته. في كل شغلة لها موضوع. طبعاً three types، أول واحد اللي هو بيحكي عن اللي هي تركيز الرياكتيف البرودكت ألعب فيها، النوع الثاني إني ألعب بالضغط، والنوع الثالث إني ألعب بالحرارة. شباب وصبايا أنتوا ما تفكروا إنها صعبة، رح أشرح لك إياها بطريقة جداً مبسطة. هلا بيجي طالب بقول طيب ماشي أنت عم تحكي بدك تغيري، والله ما هي واصلتني الفكرة. بيجي بقول طالب يعني هي A زائد B اي عندي حاله من الاتزان عم بيعطيني سي فرضا على سبيل المثال. انت عم بتقولي بدك تلعبي بالتركيز، مش فاهم. يعني تخيلوا معي انا فتحت مصنع اموني، هذا اللي حكيت لكم اياه في بدايه الاكوليبريم، مبسوط على حالي وبقول لانتو تفاعلي مع 3H2 اعطاني امونيا، اوبس ولا الامونيا بطلت تعطي، بروح عندها بقول شو مالك؟ بتقول لي وصلت لحاله من الاتزان، فاكرين؟ هل من مصلحتي اني يوصل لحاله من الاتزان؟ مش من مصلحتي. لا. فلا تتلق في مبدأ بقول إذا أثر عامل عليه رح يروح يتحرك السهم تلقائياً، رح يصير زي المنبه. يعني السهم هذا الاتزان الأصل يكون الكفتين مدامه اتزان قد بعض. بقول لي إذا تأثر عامل خارجي بده يشتغل واحد فيهم عشان يعوض بستريس ويقلل منه. شو يعني؟ يعني بقدر أستفيد من جملته في مصنعي. نشوف كيف. أول ما أبلش من كل الحكي لما أقول لك تلقائياً السهم رايح لليسار، شو بتفهم؟ إنه Q أكبر ولا أقل من K؟
اكبر اكبر اكسلنت. ولما اقول لك السهم رايح لليمين شو بتفهم بكيو؟ اقل؟ يس اقل. طيب حلو، هذا نتفق. هدول الجملتين ما رح تفهمهم الا اشرح. هلا بقول لي تخيل على سبيل المثال يا جماعه افهموا معي، انا كفتان ميزان، تخيل انا قاعد بامان الله تركيز السي بتحط عينها على ايه زائد دي، تقول اسمعي اذا بتلعبي تزيدي اوعك تزيدي، انه اذا حد اذا درتي بالعقل اي زياده انا بدي حاط عيني عليك، السهم رح يزمر ويقول لي انك زدتي رح يخليكي تقللي زيادتك. كيف؟ تخيل لما وصلنا للاتزان روح جبت شوال، مثلا هي تفاعل عند الاتزان، جبت عند الاتزان ثابت مع الزمن، جبت شوال ودرت انتو، شو بصير بالمنبه الاتزان السهمين؟ بينتبه بينتبه بقول تعالي انت زدتي، ممنوع لازم تكون الكفتين قد بعض، فشو بصير يقول الانتو؟ ما بقول لها ديريهم، لا ما دام زدتي بقول صارت الكفة هاي أعلى من هاي، بدك تقللي من كميتك بإنك تتفاعلي وتروحي تعطي برودكت لحتى توصل لاتزان جديد. يعني الاتزان خرب زي اللي أنت لما تكون أنت محافظ على وزنك روحت أكلت حبة شوكولاتة وممنوع، أنت بدك تكون جسمك بيرفكت، شو بتروح تعمل؟ انسى تستفرخها، شو بتروح تعمل؟ تعمل رياضة. أيوة بلعب رياضة. بعمل رياضة عشان أرجع توازني. فعشان هيك شباب وصبايا بيجي بقول بده يشتغل سهم عشان يعوضه، اي سهم رح يشتغل عشان يقلل منها، واي شيء بده يقلل منه بده يمشي سهم رايح منه، يعني بده يتاكل. اي شيء شو بيسوي؟ اي سهم رح يمشي تو ذا رايت. يس تو ذا رايت، سهم تو ذا رايت. شو صار بكيو لو بسالك؟ اذا زدنا اقل منك، اقل منك، يعني ممكن اجيب لك الامتحان مثلا increasing of the concentration of N2 will lead to، ستؤدي إلى Q أقل من K، K أكبر من Q، Q تساوي K. طب بيجي طالب يقول لي طب شو دخل هاي بهاي؟ بقول له لا هاي مبدأ لا تتليق، تخيلها معي هيك، روح الدرت A هذا رح يزمر، هيقول تعالي أنت زيادة عن الموضوع ممنوع، بدك تقللي منك، كيف بدك تقللي منك؟ بدك تتفاعلي، مجرد ما تتفاعل أي سهم بيمشي اليمين. طيب تخيل معي انا فاتح معناته رح يعطي لليمين، يعني شو رح يصير بتركيز الامونيا؟ رح يزيد. يس هاي ممكن اسئله اسالك اياها، ما دام مش السهم لليمين بعد ما زدنا رح يزيد امونيا، معناته لما افتح مصنع وينام شوي العمليه عشان اصحيه ويعطيني امونيا يزيد، شو اعمل؟ ادير انتو ادير المنبه بيشتغل ببطل اتزان، بده يعيد الاتزان، بصير يمشي السهم باتجاه اليمين. طب حلو، طب تخيل اشي عكسي، تخيل هو وصل للاتزان، انسى هاي الجمله، وانا سحبت سي، قعدت اشفط من سي، عملت ريموفينج فور ان اتش 3، سحبت منها بالعقل، شو بيشوف المنبه؟ بتطلع عليها بنبه بقول قل الكفه قلت، شو بدي كيف بيعوضها؟ بيروح باتجاهها. يس بيروح باتجاهها، ما بيزيد، لا انا ما بزيد اشي. هلا هو نيمات، هذا راح بالعقل، هذا شو بيعمل؟ بينبه عشان يعوض محل اللي انسرق، بقول الانتو والاتشتو اللي ضايلات عند الاتزان يلا تفاعلوا عوضوا مكانها، صح ولا لا؟ واي سهم بيمشي؟ بيمشي السهم رايت. اذا كمان اذا معناته اذا بدي اشيل شغله سوري اذا بدي اضيف بيروح السهم عشان يقلل من الإضافة، هذا الجملتين. إذا بدي أنزع رح يروح السهم باتجاه عملية النزع، يعني العكس، إذا بنزع بيروح باتجاهه، إذا بضيف بيروح منه السهم. أنت فهمها هيك، يعني قلت لك A زائد B هي اتزان C، وقلت لك نزعت B شلت B، شو بيصير المنبه يقول لسي؟ بدي يروح للليفل. يس بقول لسي تعال البي عم بتقل عوض، وين بيروح السهم؟ تذلل. شو بصير بكيو؟ زيد. يس اكبر من كي. يس اكبر من كي. شو بصير بتركيز سي اذا سحبنا من بي؟ بقل. اكسلنت اكسلنت، بقل. هاي هي الجمل. فبقول لك اذا ضفت برودكت، يعني اذا درت طب امونيا، لوين السهم رح يروح؟
يلا حيط خليل على حيط. هاي اللي صار يس. هلا اذا درنا امونيا انت طلع انت ما يعني ما حدا لحق بعصاي. درنا امونيا درنا امونيا زياده كان اتزان احلى. درت امونيا المنبه بول تعالي الامونيا ممنوع بدك تقللي منك بدك تتاكلي تفككي روحي اعطي العكس عشان تتفككي رح اي سهم رح يشتغل الشمال شو بصير بكيو الزيت بتصير يس اكبر من كي. يس اكبر من كي اذا معناته اضافه برودكت كيو اكبر من كي. نزعت من اتش2 نزعت ان2 من الرياكتنت وين السهم بيروح to the left to the left شو بصير بكيو ايها اكبر من كي. يعني هذا مش شرط احفظه انا بس اجاني بالامتحان بقدر افهم فهم يعني اكبر من كي. اكتب اللي بدك اياه يعني اكتب معادله بايدك حط معادله هيك افرض A زائد B اعطتني C قال لي شلت رياكتن بتخيل اه هي كفك خلي كفك شمال رياكتن شلت منها اه المنبه بنبه البرودكت بصير يمشي باتجاه الشمال اه بصير السهم شمال علمتيني السهم شمال كيو اكبر من كي بجاوب الامتحان يعني ممكن اسالك كثير اسئله على هذا الموضوع اجي اقول لك والله وانا عندي اتزان A زائد B رحت انا سحبت C عملت ريموفينج من كمية C بسرعة وين بتروح السهم؟ ريموفينج اوف برودكت يس السهم يلا ريموفينج اوف ذا برودكت سهم تو ذا رايت كيو اقل من كي اديشن اوف برودكت سهم تو ذا رايت كيو اقل من كي اوكي صدقوني مو صعب يعني كل هاي الجمل مش بحاجه لحفظها اثناء الامتحان كل اللي عليك بالامتحان زي ما علمتك خليها قدامك هاي شو بسالك تجاوب ممكن اجيب لك اي تفاعل واقول لك درنا مثلا ايش درنا سي او 2 بكون في تفاعل فيهم سي او 2 بتشوف وين السي او 2 درت بده يبعد عنها السهم عشان يخلصها هو افهم اللي بدك اياه دكتور حتى لو كان اسألي دكتور حتى لو كان مثلا عندي A B A زائد B بيعطيني C زائد D على نفس القاعدة بنمشي اه قلت لك A زائد B أعطتني هاي اتزان C زائد D قلت لك سحبت D وين السهم رايح؟ لليمين ضفت A وين السهم رايح؟ لليمين ضفت B لليمين سحبت C لليمين العكس سحبت B يسار ضفت D للشمال تضيف الدي للشمال كيو للشمال كيو اكبر من كي يعني هذا انا نصيحه اذا بتشوف حالك هلا بس تخلص المحاضره اكتب وشوف هل حلك صح ولا لا ان هل تعرف يعني تشتغل على كرتين الميزان او لا يا شباب فيش وقت خليني بس انهي في النوع الثاني تشينج اوف بريشر هذا اسهل من اللي شرحته هلا شوف شو بقول تشينج اوف بريشر بقول لي يا جماعه الخير هلا طبعا انا اي نظام بتاثر بالضغط راح يتاثر حجمه بده يعوضه بالحجم هلا اذا درت انا عندي تفاعل في حاله من الاتزان ودرت عليه غاز نبيل يعني ضخ يعني زدت ضغطه بمولات غاز نبيل بقول الانرت غاز او الغازات الخامله ولا بتلعب اي دور في التغير في الاتزان هاي اول نقطه يعني مش تفكر اذا مثلا عندك تفاعل وضخيت غازات غيرت الضغط معناته انه راح يلعب الدور لا ما راح يلعب لمين للغازات الخامله اما تخيل انا فاتح مصنع والاي وضغطت التفاعل كيف بده هذا ستريس اني غيرت في الضغط شو بده يروح السهم يعني انا عندي الاتزان شوف شو بقول كمان مره انا عندي تفاعل ان2 زائد 3 h2 اتزان 2 h3 بقول لك increasing of pressure زدنا الضغط شو رح يؤدي will lead to رح يؤدي إلى شو بده شوف كيف بدي أفكر هلا هاي الوعاء زدنا ضغطه الضغط الوعاء بصير يتطلع بقول ضغطه زاد بتطلع على تفاعل بحط عينه بقول يا الرياكتنت كم من مول انتو 4 مول يا البرودكت كم من مول 2 مول كل ما زاد المول شو بيعمل بالضغط هلا هاي بي في يقلل تساوي ان ار تي شو العلاقه بين الضغط والمولات طردي طردي بزيد آه.
فبحط عينه الوعاء بصير يطلع تعالوا يا الرياكتنت انتوا مولاتكم 4 مول والله انا عندي ضغط زياده ما انتوا زدتوا الضغط معلش بعينكم الله شو رايكم تقللوا انتوا الوحيدين تقدروا تقللوا مولاتكم لانكم زياده وفعشان تقللوا مولاتكم اتفاعلوا قللوا من عددكم بصير يمشي السهم لمين باتجاه اليمين بيكون التفاعل بامان الله مبسوط على حاله اتزان ضغطه التاثير كالتالي بدور على المولات الكثير يمين ولا يسار بشوف اللي عنده المولات الكثير بده يقلل من مولاته لما يقلل من مولاته شو بيمشي التفاعل باتجاه العكس فلان عشان يقلل بده يتفاعل فبيروح السهم لليمين يعني جبت لك هيك A زائد B بيعطيك فرضا 3 C زائد 2 D وجيت قلت لك increasing of pressure will lead to مثلا شو بيؤدي الى q اكبر من k q اكبر من k بيقولوا لي q اكبر من k هيك بيقولوا ولا q اقل من k بتقول زياده الضغط الامتحان اجاني شو بيقول لي بتدور على اللي عنده مولات اكثر هاي 3 و2 هاي 5 2 و1 3 انتوا الرياكتنت 3 وانتوا البرودكت 5 بتطلع على الكفتين بحط عينه الوعاء على هدول بقول يا جماعه الخير والله انا انضغطت وانتوا جايب منكم ضغط زياده شو رايكم تقللوا شوي من ازعاجكم شو رايكم تتفاعلوا وتعطوا رياكشن فبيروح السهم لوين للليفت للليفت وزي ما قال يسار يس كيو اكبر من كي وممكن اسالك زدت الضغط شو بيصير بتركيز البي بهاي الحاله بيزيد يس اكسلنت تركيز السي والدي يس يس هيك بتجاوبوا اذا معناته مش صعب علي البريشر كل سلايد افهم انه اذا زاد الضغط بخلي عيني على الكفتين مين حضرته عنده مولات زياده اللي عنده بده يتخلص من مولاته الزياده بانه يتفاعل وبيروح السهم باتجاه العكسي وبالتالي بقرر اذا لليمين كيو اقل من كي اذا لليسار كيو اكبر من كي وبقدر اقول اي شيء بدي اياه بعدين تركيز الامونيا زاد تركيز الاتش 2 زاد اللي هو من اللي بفهمه صعبه معلش انا طولت عليكم اخر دقيقه بس هاي راح انهي ما ضل عليه غير هذا السلايد وخلص وعيدوا المحاضرة في محاضرة موجودة رح أرفق لكم إياها اليوم يلا آخر شغلة اللي هي الحرارة أسهل منهم كلهم هلا الحرارة بتقول لي تأثير الحرارة يعني زيادة الحرارة بتقول لي ما بتقدر تدرس تأثيره إلا إذا تفاعلك يا إندو يا إكزو الإندو ثيرميك تخيل معي لما أقول لك تفاعلك طارد الحرارة عندك A زائد B عم بيعطي C الحرارة وين بكتبها مدامه طارد مع الرياكت ولا البرودكت برودكت مع البرودكت يس برودكت يس بكتب هيت لما تفاعل ماس الحرارة نفس التفاعل وين بكتب الحرارة مع الرياكت ولا برودكت يس رياكت انت بالامتحان بلاش تكتب كل الحكي لما يقول لك اكزوثيرميك اكتب سهمين وحط هيت هون لما يقول لك اندوثيرميك اكتب سهمين وحط الهيت هون بس هاد اللي بدي اياه او مش شرط اقول لك انه اكزوثيرميك اجيب لك تفاعل اقول لك هذا التفاعل دلتا اتش له سالب 20 كيلو جول شو بتفهم انه اكزو اكزو يس واذا العكس بتفهم طيب شو بدك تخيل هذا التفاعل عند الاتزان هيو اقول لك انه تفاعلك اكزو عند الاتزان زدت الحراره وين السهم رح يروح شو بيصير بكيو اي بيجي طالب يقول اكزو هاي السهم هيك وهي الحرارة على اليمين زدنا الحرارة لا تتلي عم بقول لي إذا زاد عندك ستريس بده يحاول يقلل منه بتدور بحط عينه على الكفتين مين اللي عنده حرارة؟ وين الكف اليمين واليسار؟ الهيت هون اليسار لا 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 بالإكزو اليمين برودكت هاي برودكت هاي رياكتن لما أقول لك طارد معناته الحرارة تنتج طيب هاي عند الاتزان الحرارة كلمة حرارة مكانها في اليمين. اجيت قلت لك بعد وهو قاعد بأمان الله بالاتزان رحت زدت الحرارة. Increasing of temperature. كلمة حرارة يمين ولا يسار؟ بالجملة هاي. يمين. يمين. وكان عنده هيت وأعطيته حرارة زيادة بقول استنى 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 والله عندي حرارة بكفيني وزدت عليه حرارة بدي أقلل من الحرارة شو بعمل؟ أي سهم بيشتغل عشان يقلل منها؟ لف. يسار يسلفت كيو هيها. اكبر من كي
يس كيو اكبر من كي. بقول لي فور اكزوثيرميك تخيل انه الحراره كانها برودكت لانه طارده، زياده الحراره تخيلها انها ماده وزدت كميتها كانك درت عليها كمان هيت زي شوال درت عليه هيت، المنبه راح ينبه هيقول تعالي انت عم بتزيدي قللي منك بروح السهم لليسار، والعكس صحيح. فور اندوثيرميك اذا قلت لي وين اندوثيرميك في الامتحان بكتب الهيت بمكان الرياكتنت هون، زدت الحراره درت شوال حراره وين على مين درتهم على البرودكت ولا على الرياكتنت؟ الرياكتنت زادت الرياكتنت، شاف المنبه انه الهيت زادت وين بقولها تروح عشان تقلل منها؟ تو ذا رايت السهم اليمين يس وكيو اقل من كي شيفت اقل من كي يس شيفت تو ذا رايت. هاي الجمله بامكانك تقراها في البيت، هاي نفس شرحي، واحضر المحاضره شارحتها بطريقه اروع واهدى منها. اوكي شباب وصبايا هيك بكون احنا خلصنا الشابتر